صباح الخير يا مدلل، صباح الخير ترابرا، وشال عمرك ما سبلل هذا. يخرب بيت البام يا والله ضحكتني وانا ما كان ليش نفس اضحك. عيل سمعي هذه يقول لك مره واحد حب وحده كان يقشرها. يخرب عقلك، صحيح انا اسمي شربات بس انت اللي شربات. ايه هو ده؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ زين هين ان ما وريتش الاولاني وطار مني، والمره دي عايزه تخسر في الامن الوحيد اللي بقيلي. يصير خير يا شربات، انا والنوى حياتي واوريكي والله. يكونش عندك مشوار ولا حاجه وانا معطلك؟ لا 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 بالعكس، انا ما ورانيش حاجه ابدا. اشلون ما وراك شي يا استاذ؟ الحين الساعه 6:56، يعني باقي 5 دقائق ويطش الجرس، لازم تروح يا استاذ لازم. مالك يا وليا، مش شايفانا بنتكلم ولا عايزه تجنن الراجل زي ما جننتي اللي قبله؟ ايه هو ده؟ شنو هذا الكلام من الشوارع والحراس؟ هذا استاذ محترم، وانا مربيه فاضله ومؤدبه وجميله ورشيقه جمال. الجميله قال. اسمعي يا وليا يا مجنونه، يا ايحه يا تلقيحة، يلي يبص بوشك الشيطان ويقولك يا أبيحة. مالت عليش جطيعة تجطع هالسليمة سليطح، وسليمة وصلاح وجه وجهك هذا اللي مال وجه الصوفة. وين البنات؟ يلا طنجوا يا بنات طنجوا. حارس يلا هلا هوبا، أكثر تشاهدونه في الفيلم العربي الكبير صراع الجبابرة. كم تاريخ اليوم؟ بالهجري. ايوه يا استاذ، صوتك جديد واضح. يلا شباب قيام جلوس تصفيق. بس انت وياه، منو اللي قال قيام جلوس تصفيق؟ سلوم. مره ثانيه انقل قيام جلوس تصفيق يا ويلك، بس انا اللي اقول قيام جلوس تصفيق. طيب خلاص ازعاج، انا خلاص انا خارج اهو. وانت شكو جديد منو؟ ناظر، وكيل، مدرس اول؟ يلا روح اعمل لي ابايه شاي. يلا. ايه طيب. منو هذا؟ منو انت؟ انا طالب جديد هنا في قطعة 13. من اللي داشك؟ انا يا هني من امريكا عشان عندك ورقة من جورج دبليو بوش؟ جورج هو؟ جورج دبليو بوش. خلاص روح اقعد مكانك، تدري شون؟ تعالي بقعد مكاني، تعال. Whatever. يلا تفضل، هاي تربية الخدم. Whatever. هاي النتيجة. سهل، هذه مو كلمة خدم، هذه كلمة انجليزية معناتها اي شيء. حمود الولد ما طلب رأي الجمهور. يلا عاد انت شوف لك اي كرسي وقعد، واذا ما لقيت قوم سلم وقعد مكاني. ليش ما تسال الولد الجديد شنو تاريخ اليوم بالهجري؟ انت صار لك الحين ابن عن جد هني ما عرفت شنو الهجري، تبي هذا المسكين الوريفر اللي جاي توه يعرف؟ اي والله صدق يا استاذ 100%. تعال انت شكلك وايد انظف الموجودين، انت صدق جاي من امريكا ولا من اللي توهم اعطوهم جناسي؟ قول تعتشي قصتك شنو هي؟ انا اسمي هاني. اسمه هاني، صف قولي. نو مو هاني، هاني. شوف يا ولدي، هاني يعني عسل، عيب الناديك عسل، خليك على هاني وايد ابرك. Whatever. انا ابوي كان شتا شاطر بالثانوية وحصل بث امريكا، بعدين في امريكا هو يشوف مامي في مطعم، بعدين ابوي حب مامي وسوى زواج. Long neck bottom. بس ابوي ما تزوج مامي عشان حلوه، تزوجها عشان جرين كارد مال امريكا. اكيد ابوك كان يدرس في سان دييغو بالسيتي كوليدج وكذي. نو ماساتشوستس.
الله حلوة هذه ما تشوشس. لا أعرف أقولها لا وأعرف أقول الثانية بعد كونكتيكوت whatever. أبوي بعدين تخرج قبل ما ياخذ جنسية خضراء كشت بمي ورجع قطع 13. زين طيارته كانت دايركت ولا ترانزيت بست ساعات whatever. بعدين أمي ولدتني بروحها وبعد 6 سنوات صار عمري 6 سنوات whatever. بعدين أمي رفعت قضية على أبوي من هذا محامي مع الحضانة بعدين هي دزني هني. والله أنا أقول لو ترد هناك وايد أحسن لك. بس يلا أنت وياه يلا بس. وأنا الحين قاعد في بيت مع جدتي. وليش ما قاعد في بيت مع بابا مال أنت؟ ليش جدتي ما تقعد في بيت أبوي؟ يا ولدي أنت قصتك أخس من قصة هلول. شوفوا يا عيال أبيكم تديرون بالكم على هالولد يبي له تدريب لا تعرفون على هلول ترى يعلم الهواش وتقحص. مالك يا أستاذ إحنا راح نضمه حق شلتنا ونخليه العنصر الخامس. إيه والله صوت يا حمود. مو بكيفكم انا الزعيم هني وانا اقول خلي يروح يلعب مع جدتي احسن له بس انت وياه يلا هاني ولين هذا ضحكنا وياه شويه طيح الميانه روح حق ابو العطيات يلا خوز عطيات وين ساكن هذا ماكو خريطه يلا اطلع برا لا اسوي وجهك خريطه get out of here يلا اهلا يا ولدي انا اول مره اشوفك هني شكلك ولد نظيف لابس نظاره وكمبوس وحط حيا هذا على فنيلة ملتك حيا فرعونة اكسكيوز مي هذا تشاينيز دراجون خرتيت سيمي على قلت المثل العجارب من طبعتها تخون whatever whatever تو يا حبيبي ما علينا انت اشتنبي جي يعني ما تهاوش مع واحد من الربعك ولا شنو can you please speak English yes I speak Oxford very best professional and go to Gloucester Road in Terminus whatever انت يا حبيب لا تعمل لي واتيفر بتوعك حبتين عجزت بسبيك بروبلم انت عاوتمي انا اقول احنا يتكلم كويتي وايد احسن شنو ايش قصدك انت تنضنض علينا فمي ميك يو اتشبت يلا اطلع برا ها الحين جو اوت من منفيس او نو جو جب او whatever ايه هو ده مش عاجبه الانجليزي بتاعي ده انا مدونة كانت هتعمل دويتو معايا بس انا اللي ما كنتش عاوزه والله هيعلمني ده ميوزيك ميك سم بيبل كم زكا زبا هوبا ميوزيك ميك ذا بيبل كم توجذر في جوها تفرفش قطعة بكل قصة لها قصة حوسة على عفزة على خبصة مخصوصة خصوصي مختصة في الجو اللي ونس وينعش الراكز والقرقاشة بس فيها الحرية شاشة قول اللي تبي فيها وانقش قطعتنا بكل حزة وحزة تلقاها جريئة ومرتزة